السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. الفيديو لهذا اليوم راح يكون مراجعة لطابعة جديدة من إبسون اللي هي الـ L3060. تابعوني في هذا الفيديو حتى نعرف كل هذه التفاصيل فعلا تستحق التجربة أو لا. مرحبا أعزائي المتابعين، ورجعت لكم مرة ثانية وخلينا نعرف تفاصيل طابعة إبسون. طبعا الطابعة هي ملونة تطبع 4 ألوان، أيضا في نفس الوقت تقدر تستخدمها كماسح ضوئي، يعني نقول 3 في 1. هذه هي أحدث أصدار من سلسلة L من شركة إبسون. طبعا سعر الطابعة هو $150 وسعر الأحبار الخاص بالطابعة $25، ومنظومة الحبر الخاصة بالطابعة خارجية، فعملية التعبئة راح تكون جدا سهلة. ويجي بالكارتون الخاص بالطابعة 4 ألوان، ومجموع الأحبار اللي متوفرة هي 4 علب بالإضافة إلى 2 علب من اللون الأسود. وبالنسبة لعملية تعريف الطابعة فهي سهلة وجدا بسيطة، تقدر أن توصل الطابعة من خلال السلك أو تقدر توصلها واي فاي، فأي جهاز موبايل يقدر أنه يتصل على الطابعة وتطبع الصور اللي موجودة بالجهاز مباشرة على الطابعة بكل سهولة. أيضا تقدر تربط الطابعة ضمن شبكة معينة أو تستخدم راوتر وتسوي شبكة داخلية، ويقدر كل شخص متصل على هذه الشبكة أنه يستخدمها. طبعا الطابعة الحد الأقصى لاتصال الأجهزة في نفس الوقت هو 4 أجهزة، وأكيد أوامر الطباعة راح تكون على الأسبقية، بس الشيء الحلو أنه 4 أجهزة يقدرون يتصلون على نفس الطابعة ويستخدموها بكل اعتيادية. وممكن الطباعة من خلال الموبايل أو اللابتوب بدون الحاجة إلى وجود شبكة اتصال، يعني بدون الحاجة إلى انترنت، تقدر أن توصل الموبايل أو الكمبيوتر مع الطابعة حتى تطبع بشكل مباشر. وسرعة الطباعة بالطابعة هي 10 أوراق بالدقيقة الواحدة. والاستخدام الأول للطابعة لازم تترك الطابعة مدة 20 دقيقة حتى الحبر ينسحب من هذه العلب ويصير موجود في كل الأنابيب. هذه فقط لأول مرة تسويها الإعداد الأول للطابعة، وبعدها تقدر تستخدم الطابعة. الشيء الحلو والمميز بهذه الطابعة واللي شفتها صار لي استخدمها تقريبا 3 أسابيع، إنه الحبر ما يتعرض للتلف بسهولة. هذه نقطة كلش مهمة، ولازم تستخدم الأحبار الأصلية، يعني إذا استخدمت الأحبار التجارية ما راح تحقق أي نتائج، وبالتالي راح تسبب تلف للطابعة. وأيضا يتوفر ضمان وصيانة لمدة سنة كاملة مجانا عن طريق الموزع الرسمي شركة بيزنس لاند أرض الأعمال. أيضا عندهم مركز الصيانة الوحيد اللي موجود في العراق، هو موجود عند شركة أرض الأعمال لطابعات إبسون. راح تحصل على صيانة لمدة سنة كاملة، لكن بشرط أن أنت تستخدم الأحبار الأصلية من إبسون. مجرد ما تستخدم أحبار ثانية راح تفقد الضمان، بالتالي راح تسوي تلف للطابعة. أتمنى هذا الفيديو كان واضح للجميع ووضحنا به طابعة إبسون، شفنا التفاصيل الخاصة بها. طبعا سعر الطابعة هو $150. إذا تريدون تشترون الطابعة راح تشوفون تفاصيل شركة بيزنس لاند، كل الأشياء اللي تحتاجوها من عناوين الاتصال المبيعات كلها موجودة أسفل وصف الفيديو. وحتى تتأكد من الضمان مجرد تأخذ رقم التسلسل وتتصل على الصيانة أو المبيعات الخاصة بإبسون، وراح ينطوك كل التفاصيل اللي تحتاجها. بنهاية هذا الفيديو أتمنى يكون واضح للجميع، وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلوني في أي وقت. مع السلامة.